أخواتي وإخواني، ما الفائدة عندما تعيش حالة تسبيحة الحمد؟ النقطة الرئيسية أن كل شيء من حولك يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون التسبيح. تدخل معاهم الملائكة، الأشياء اللي تراها والتي لا تراها، التي تحس بها والتي لا تحس بها، فبتدخل في منظومة تسبيحة الحمد للخالق. كل المخلوقات تسبح، أعضائك، أجزائك، خلاياك، كل الأشياء من حولك في منظومة التسبيح. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أنت بتزيد عندك فكرة الشكر، وبتظهر عندك الشكر. وقل اعملوا آل داود شكرا. الشكر عمل بينبض وبيظهر في فكرك وفي اعتقادك وفي حواسك وفي تصرفاتك، وبتزيد ولئن شكرتم لأزيدنكم.